من المؤكد أيضا أن مصر تنظر إلى هذه القمة بالكثير من الاهتمام، وهذا الاهتمام ربما من حرص مصر الأصيل على العمل العربي المشترك ودفع العمل العربي المشترك، وهو أمر طولي لمصر أهمية كبرى. البعد الآخر أيضا أن محورية الأزمة الراهنة تتحمل مصر فيها العبء الأكبر منذ اندلاعها في 7 أكتوبر، وبالتالي الإجماع العربي في هذه اللحظة ضرورة. هذه القمة وإن كانت تنعقد كقمة عادية، لكن هذه الظروف وهذا التوقيت جعلها قمة استثنائية بامتياز. الشارع العربي ينتظر ما يصدر عن هذه القمة من قرارات، الشارع العربي ينتظر ما سيصدر عن القادة العرب وبيانات الدول العربية وموقف الدول العربية ومحددات موقف كل دولة عربية من هذه الأزمة. الآن التاريخ نفسه يفرض نفسه على هذه القمة. غدا تحل ذكرى النكبة الفلسطينية، كنا نتحدث عن النكبة الفلسطينية عام 48 في 15 مايو 48، عندما أجبر 750 ألف فلسطيني أن يتركوا منازلهم، فما بالك بالنكبة التي جرت في 2024، ونحن نتحدث الآن عن ما حوالي 40 ألف شهيد، وهو ما جرى إحصائهم حتى الآن، وعشرات بل مئات الآلاف تركوا منازلهم. هذه القمة يعول عليها الكثير في الشارع العربي. الاهتمام الإعلامي بالقمة حاضر منذ اللحظة الأولى، منذ وصولنا إلى العاصمة البحرينية المنامة التي أتمت استعداداتها على أكمل وجه، لعلها هي المرة الأولى التي تستضيف مملكة البحرين الشقيقة القمة العربية. ظهر الترحاب الشديد من المملكة البحرينية، تزينت شوارع البحرين بصور القادة العرب ترحيبا بهم، وننتظر ونتابع على مدار اليوم ما سيسفر عنه اجتماعات وزراء الخارجية، إذا ما تمكننا من الحصول على بعض التفاصيل لمشروع البيان الختامي المقرر أن يعتمد اليوم وزراء الخارجية تمهيدا لعرضه على القادة العرب في القمة.